بسم الله. ربنا أرنا ما ينفعنا واكتبه لنا وبارك لنا فيه يا كريم يا مبارك. قلنا بالنسبة لموضوع الاختيار، قلنا متشعب، أنا مركب، صعب فهمه، صعب تصنيف أنواعه كلها، وصعب القضاء عليه. ممكن وقت يوصل لدرجة خطيرة جدا، ممكن الصدمة الكهربائية يعني يقع على إثرها شعور بالخوف الشديد من الموت. فالإنسان بطبيعته حين يصطدم بقرب الموت منه واللي يطلب الحياة، فيرجع الإنسان أصابته شدائد وهمية ولا حقيقية، يخرج من حالة الانهيار ويرجع إلى مرتبة الإنسان اللي يكرم نفسه واللي يقدر شأن ربه سبحانه وتعالى، يدب في أمل جديد بحياة رضية وطيبة، وينتهي المشوار المعذب مشوار الانهيار. وما تنساوش بدون القرآن لا قضاء على هذه الانهيارات، وتحبوا تذكروا اللي قلبه وجوفه خرب من ذكر الرحمن وخشية الرحمن والأمل في الله، ربي ما يحبكش تيس منه. ولا يأس من روح الله لقوم الكافرون. حط في بالكم عندكم مشروع يا معالجين الأرق، يا معالجين الانهيار العصبي، يا معالجين القلق، راهو مش تستفادوا كثيرا من رجوعكم إلى القرآن وبركاته وأسراره، ورجوعكم إلى شخص النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو إمام المرسلين عليه الصلاة والتسليم.